دمار شامل على بلدة دير العصافير، آثار القصف بالطيران الحربي. هذه الإنشاءات لشعب ناس عزل مدنية، لا ناء ولا جمل، لا بعصابات مسلحة ولا إرهابيين. الله أكبر. قصف بالطيارات الحربية على بلدة دير العصافير 30/12/2012. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي الاصلاحات اللي واعد الشعب السوري فيها بشار الاسد، بيدمر المخابز، معامل الادويه والسكن المدني، وما بيخلي شيء، وبيقتل وبيعتقل وبينكل بالجثث وبيحرقها، وبيقول عصابات الإرهابية وطياراته بالسماء ما زالت تقصف. حسبنا الله ونعم الوكيل.